معانا على التليفون الكاتب والمفكر الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ. مساء الخير يا دكتور، والف مبروك. الله يبارك فيك، شكرا. الف مبروك التعيين، ومبروك كمان انطلاق فعاليات واعمال مجلس الشيوخ غدا في اول جلسه. قول لي ازاي الاول تلقيت الخبر، خبر تعيينك بمجلس الشيوخ، ايه اول حاجه دارت في ذهنك؟ يعني تجربتي السابقة في مجلس الشورى يعني كانت تجربة ثرية جدا بالنسبة لي، يعني كحد جاي من الجانب الأكاديمي ومراكز البحوث والكتابة التحليلية يعني إلى مجال السياسات العامة في أحد المجالس اللي هي ترتبط بالسلطة التشريعية في الدولة، اللي فيها احتكاك طبعا بأمور مش مجرد بتسمعي خبر تحلليه، انت بتشوفي حاجة ازاي تتطور وازاي تكون في خدمة البلد. وفي الفترة دي كنت انا في لجنة الامن القومي، وكان فيها قضايا كثيرة يعني اسعدني ان انا اكون من المساهمين فيها. فهي كانت التجربة دي اول حاجة، انها اشبه بان انا بعيد استئناف مسيرة توقفت لاسباب يعني ليس لي علاقة بيها، الثورات اللي حصلت وكده. ف يعني انا اعتقد ده كان استعاده لمرحله مهمه من حياتي. اكيد، وبالتاكيد كل مرحله وليها تحدياتها يعني، فالامور بالتاكيد يعني هتكون مختلفه هذه المره ان شاء الله. قل لي ايه الاجراءات المقرره في جلسه الغد يا دكتور؟ يعني في حدود ما عرفنا انه هي جلسه اجرائيه، يعني جلسه اجرائيه لانتخاب رئيس المجلس والنائبين، وبعد ذلك يفترض انه ثلاثتهم مع الامانه العامه لمجلس الشيوخ هيبتدئوا في وضع اللائحه. فهي جلسه اجرائيه يعني عاده تبقى حساسه شويه، لان الناس كلها جايه جديده وفي اجراءات الدخول والخروج. وفي بعض اخبار جيده انه ايام ما كنا في مجلس الشوره كانت الأعاد يعني كل واحد زي ما عمل سابقة يعني نقعد حتة معينة. دلوقتي هيبقى في أعاد على أساس السن، ويصبح لكل عضو رقم معين هيروح على هذا الرقم، ده هيبقى مقعده الرسمي، والمقعد سوف يجد عليه يعني دوسيه بيقول له بوقائع بالنسبه لوقائع الجلسه القادمه. وطبعا سياده اللواء جلال هريدي هو اكبر الاعضاء سنا، فهو اللي هيبقى مسؤول عن الجلسه الاولانيه. هيكون بطاقه التصويت موجوده في الملف يستخدمها العضو في انه يصوت، وبعد ذلك يمر الصندوق على جميع الاعضاء يضعوا تصويتهم في هذا الصندوق، بعد ذلك يجري فرز الاصوات ويتم اعلان الفائز. في هذه الحاله الفائز يقوم باداره يستلم قياده المجلس ويستلم قياده اللجنه واستكمال عمليه انتخاب النواب. ممتاز. دي الترتيبات اللي هي متصوره غدا ان شاء الله. طيب دكتور، كلمنا عن عوده مجلس الشيوخ، ده اهميته ايه بالنسبه للحياه النيابيه في مصر، خصوصا احنا قعدنا فتره يعني من غير ما يبقى عندنا غرفه ثانيه للتشريع؟ يعني مخبيش عليكي انه انا يعني من الناس اللي بستعجب شويه. احنا عندنا دستور عملناه اللي هو في 2014، وهذا الدستور في باب كامل اسمه الباب السابع يخص مجلس الشيوخ. ده تم يعني ما كانش موجود الاول، وبعدين جه مع التعديلات الدستوريه اللي تمت في 2019. فوجود هذا المجلس معناها ان احنا الحقيقه بنوسع اولا دائره المشاركه داخل العمليه الوطنيه المحيطه بامرين. ان هناك مشروعا كبيرا لتنميه وتقدم مصر بيقوده الرئيس السيسي، وهناك لهذا المشروع رؤية محددة تتمثل في موضوع 2030. هذه المشروعات بتبقى زي ما بيقولوا يعني فيري جراند، كبيرة، لها الخطوط العريضة للغاية. هذه الخطوط العريضة للغاية تحتاج إلى تفصيل. نحن نقوم بعملية كبيرة لنقل التنمية، بسميها أنا من النهر إلى البحر، من الوادي الضيق للنيل إلى بحار مصر المختلفة،
الى سيناء، وفي سبيل ذلك جرت بنية أساسية غير مشهودة في التاريخ المصري المعاصر، من طرق وتجديد للسكك الحديدية والمونوريل، وأيضا الطاقة والبنية الأساسية لكل ذلك. التربيط الجديد للجغرافيا المصرية بيغيرها تماما وبيغير مساحة المأهول من مصر. الموضوع ده محتاج درجة كبيرة من المشاركة، يعني ثم ماذا بعد؟ يعني كيف، يعني حصل تغيير، كيف نشغل هذا التغيير؟ من المؤكد ان هناك حاجه ماسه للتفكير والى اراء متعدده. مثلا لدينا مدينه العالمين، مدينه في منتهى الجمال، وفيها ابراج وفيها حدائق وفيها وعلى البحر الابيض المتوسط، لكن ماذا سوف نفعل في العالمين؟ هل سوف تكون مثل دبي؟ هل سوف تكون مثل ميناء روتردام في هولندا؟ هل سوف تكون مثل ميناء سنغافورة؟ أو إن إحنا هيكون عندنا مدينة مصرية خاصة بنا، زي ما كانت اسكندرية تخلقت من أمور كثيرة في التاريخ القديم. المسألة دي محتاجة تفكير، ما الذي سوف نفعله بالطرق؟ كيف سوف نستغل الأنفاق في تعمير سيناء؟ كل دي إجابات هيرد عليها السيناوية وأصحاب النقابات والجامعات والمفكرين الموجودين في مجلس الشيوخ. إزاي نكسي هذا البرنامج العريض العظيم، يعني لحما ودما وفكرا، بحيث أنه يكون سريع، يحقق تراكم رأسمالي، يدفع بترتيبنا بين دول العالم، يعطي إلهاما للأجيال المصرية الحالية انهم بيعيشوا في لحظة عظيمة من لحظات تاريخ بلادهم. أكيد أنا بشكرك طبعا، ومرة تانية ببارك لحياتك دكتور. حياتك يعني طبعا أكيد يعني سنتشرف بوجودك معانا النهاردة في البرنامج حتى ولو من خلال مداخلة، وإن شاء الله يعني تكون إضافة للمجلس. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عم منعم سعيد، الكاتب والمفكر وعضو مجلس الشيوخ.